نفسه حب القراءة والاطلاع منذ عهد الطفولة، واختار الإعلام طريقا يسير فيه على درب الحقيقة، فكان الكاتب والصحفي نشوان العثماني. المعرفة مهمة جدا، لكن ما هو أهم من المعرفة هو الفهم، لأن المعرفة قد تكون حاجز أمام الكائن أن يفهم، يظن أنه وصل إلى الحقيقة بينما هو لم يفهم أنه لم يصل إليها بعد. عمل في أكثر من مجال إعلامي في الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وكانت له جولات مع الإعلام المرئي والمسموع، وتحيزا للمهنية آثر ألا يكون محسوبا على أي طرف سياسي، ملقيا نفسه بين أحضان المعرفة ينهل منها ما استطاع. الإعلام اليمني للأسف شديد موزع ومجزأ ومشطر بين أكثر من نوع وصنف ومكون وتابع وما إلى ذلك، ويندر تماما أن نجد الإعلامي أو الصحفي أو الإعلامية أو الصحفية أو وزيرة الإعلام التي همها أو تتقصد متابعة المعلومة أو تقديم الخدمة الإعلامية للجمهور، لكن في عملك الإعلامي والصحفي عليك أن تكون مهنيا. له تغطيات صحفية في الحرب الأخيرة التي شنتها ميليشيا الإنقلابيين، فوثق حالات إنسانية أثرت فيه بالغ الأثر، فكان يحاول دائماً اللجوء إلى السلام الداخلي، ويتمنى أن يمد يد العون والمساعدة إلى ضحايا الحرب، وله في هذا مذكرات أدبية يعمل على نشرها في وقت قريب. بالغ الأثر وبالغ التغيير الذي حدث لي في هذه الحرب هو ما أقوله دائما، اللجوء إلى العالم الداخلي والحفاظ على السلام الداخلي من الانهيار أو على وشك الانهيار. كنت في أيام الحرب أقرأ كتب بعينها وتواصل مع أصدقاء بعينهم من خارج اليمن للسؤال كيف تحافظ على سلامك الداخلي على عالمك الداخلي وأنت في إبان هذه الحروب وهذه الصراعات. والذي حصلت عليه أنه هذه الحروب وهذه الصراعات هي تحصل دائما وفي كل مكان، ولكن لأنها اقتربت مني شعرت ببالغ الخطورة وببالغ الفزع بدرجات كبيرة وتهشم الروح. والأساسي هو أن تكون محس لكل آلام البشرية والإنسانية، ولكن العمل الصحفي عمليا كان هو العمل الذي أنا أشتغل فيه، وكانت المهمة هي أن أغطي الأحداث التي تحدث سواء كان للإذاعة أو للقناة التلفزيونية، وكذلك دونت أحداث الحرب الأخيرة في عدن بمذكرة أنا أتمنى أخرجها في عمل أدبي إبداعي، وكتبت عدد من الكتابات التي أتمنى أيضا إصدارها في كتاب عما قريب. المعرفة بالنسبة لنشوان العثماني هي تجاوز أسوار الجهل، وهي غذاء للروح، ولا وجود حقيقي بدون معرفة لتستظل كل تلك المعاني تحت شجرة الحرية المثمرة. لدينا منهج لا يستوعب الحداثة بدرجة رئيسية، لا ينطلق التغيير ولا ينطلق بناء المجتمعات إلا من بوابة التعليم. مشكلتنا الأساسية في اليمن هي الجهل بدرجة رئيسية وإلى جانبها الاستبداد. يتواصل نشوان مع الأجيال الجديدة كمدرس في كلية الآداب جامعة عدن، ويرى من خلال عمله الأكاديمي بأن منهج الجامعة لا يستوعب الحداثة والمعلمون بحاجة لتطوير قراءاتهم. المناهج التي اليوم هي موجودة في المدارس وفي الجامعات برأيي الشخصي ومما لمسته من الأماكن اللي يعمل فيها أو درست فيها متأخرة، ويجب علينا أن نجاري تحديثها بمجاراة العصر. والأساس ليس هناك كلفة في عمل هذا الجانب، لأنه اليوم نحن في فضاء مفتوح وروافد المعرفة متاحة للكل، للطالب كما هي للمعلم، وعلى المعلم أن يقرأ حتى يكون قادرا على تقديم المعرفة وتقديم التعليم لطلابه، وعليه أن يتشارك معهم. اليوم المعلم عليه أن يعيش حالة صداقة مع طلابه وليست مسألة فوقية إلى الأسفل. اليوم صارت المسألة هي مسألة تبادل المعرفة، لأنه روافد المعرفة كما قلنا متاحة للجميع. ثلاث مسلمات تدور في دائرة لا نهاية لها كما يراها نشوان العثماني، وهي الجمال والشر والخير،
وله في المستقبل أمل في كتابة الروايات لينثر ما استقاه من معرفة بين ثنايا كتاباته وعلى أسطر قصصه. تمظهرات الحياة التي تحيط بنا في هذا المكان الجميل تقول دائما أن الجمال موجود، الشر والخير هما موجودان دائما، ولكن الانتصار الحقيقي هو لقيم الخير والمحبة والمستقبل. إذا أردنا أن يكون جميلا علينا أن نبدأ فيه فعلا بشكل مختلف ونكون هادفين نحو الجمال. المعرفة مهمة جدا، لكن الأهم هو فهمها. هذه هي القاعدة التي يتخذها نشوان العثماني في قراءته، وهكذا يتعامل مع ما يأتيه من معارف حياتية. وبين ثلاثية الفهم والمعرفة والسلام سيبقى نشوان عاكفا على متابعة القراءة والتأمل. معرفة العالم الداخلي أولا، ومن ثم الانطلاق إلى العالم الخارجي وعمل الخير ومساعدة المجموع أو مساعدة الآخرين. هذه هي المهمة السامية للإنسان، وعلى الإنسان أن يكون فيها ومن خلالها محبا ومنفتحا متفتق الذهن على الآخر، ولكن عليه أن يؤدي رسالة أو يؤدي وظيفة سامية في الحياة، بحيث أنه يشكل فيها رقما إيجابيا لكي يمضي هو ومعه البيئة المحيطة قدما. حينما تلوح المعرفة الصادقة تراه يسعى إليها لاهثا، وفي عمق المحبة ونقاء الروح يغوص باحثا عن الحقيقة بذراعين مفتوحتين على الحياة، مشتاقا إلى اكتشاف أسرارها، متأملا في الجمال المستلقي في كنف السلام.